بلدان بحذية دكتور رفيق بوجدارية. قلنا اليوم نحكي لكم على الكوفيد 19 على خاطر برشا 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 ناس قاعدة تتسائل، يبعثوا في الأسئلة نتاعهم لهنا زاد الغاديو يفهم، الناس تحب تفهم أكثر. والسؤال اللي يرجع برشا دكتور، يا أخي فما موجة توا لازمنا نحضروا رواحنا لها، وكان فما كيفاش نحضروا رواحنا؟ الموجة موجود، احنا تخليلها دو بلان فوي تو في وسط الموجة السادسة أظن تفرهما. الأعداد في ارتفاع كبير منذ يمكن 3 أسابيع. الأعداد تهم العدوى وتهم كذلك المرضى وتهم حتى الوفيات. بالنسبة للعدوى نسبة التحاليل الإيجابية اليوم فاتت 45%، يعني قريب توصل 50%، معناها ان بريليفمون سور دو اي بوزيتيف. ولكن نعرفوا كونه اللي يهم مش عدد التحاليل ولا عدد الحالات الجديدة اللي هي مقدرة يمكن ب 30,000 في الأسبوع أبابري هكاكا في تونس، ولكن نعرفوا اللي برشا 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 ما يصرحوش، ما يعملوش تيست، معناها يقول لك هاني استبرت قعد تحت كليماتيزور ولا عرقت وقعدت في الهواء. أكثر جملة نسمع فيها قعد تحت كليماتيزور دكتور. ولكن اللي يمشيوا يعملوا يلقى تيست بوزيتيف. الشيفر اللي نجم نشدوه الرقم هو أبابري 45% من عدد من نسبة التحاليل الإيجابية، وهذا في حد ذاته رقم كبير، لأنه أول باب رقم وطني، معناها فهم اللي أقل وفهم مناطق فيها أكثر برشا، وهذا يخلي العدوى يخلي يقول لنا كون العدوى تنتقل بسرعة توا في تونس، وهذا نعرفوه لأنه الفيروس ولا بلوز اكزاكتومون المتحور الجديد اللي هو كيف ديما في المتحورات، المتحور الجديد نتاع الأوميكرون ولده الصغير، ولده الثالث يظهر لي ولا الرابع كمل عليه البي أكات ربي تمني البي أكات والبي أسانك، هذا ينتقل بسرعة كبيرة، ينتقل بسرعة كبيرة بالعباد. هذا يفسر كونه في يمكن في 3 أسابيع طلعنا يمكن من أقل من 4% من نسبة التحاليل إلى 45%، يمكن حتى أكثر في العديد من المناطق. بالنسبة للناس اللي يجيوا للسبيطار، يجيوا للسبيطار لأنهم نحكي الناس يجيوا للسبيطار باش يرقدوا، معناها مش يعديوا، يجيوا يعديوا للسبيطار أعداد كبيرة، يجيوا على سخانة، يجيوا على ردان، يجيوا على وجيع سندروم غريبال، مي اللي يجيوا باش يرقدوا في السبيطار العدد نتاعهم تضرب في الأربعة في حدود 3 أسابيع اللي نحكي عليهم. تضرب في الأربعة معناها حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، لأنهم يجيوا ديما نفس البروفيل، هو عبد كبير مرأة ولا راجل متقدمين في العمر أكثر من 65 سنة، عندهم أمراض مزمنة، الكل أمراض نجم نصوروها، قلب، سكر، غلط دم، قصور في الكلى، فدة، قصور في التنفس، كل أمراض الكل. والتلقيح متاعهم يا إما غير مكتمل، معناها لقح مرة ولا اثنين وعنده عام لقحش ولا عنده 8 شهور، وإلا مش ملقح بالكل. هذا البروفيل اللي جي للسبيطار، صحيح لي فورم اللي قاعدين نشوفوا فيهم في السبيطارات وما هماش معناها بالخطورة اللي شفناها في صيف عام ناول مع الدلتا أقل برشا، مع الحراوك اللي يجي يلزموا 20 و25 لتر أكسجين وكل، ولا يجيوا في معدل متاع 3-4 لترات. ولكن هذو مرضى يجيوا للسبيطار، وفي المرضى اللي يرقدوا في السبيطار فما شكون يتوفى لأنه هو بطبيعته مريض وعنده أمراض مزمنة والكوفيد يزيد عليه. كلمة بربي فيما يخص شنو النجم نعمله اليوم، اللي نجم نعملوه اليوم هما زوز حواش، هما تعطيل الكونتاميناسيون في المجتمع، وهذا من نجم يتم كان بطرق وقاية فردية. وأكبر نو دو كونتاميناسيون، أكبر بلاصة تصير فيها العدوى اليوم في تونس وفي المدن التونسية الكبيرة ولا الكبيرة ولا الصغيرة، هي وسائل النقل العمومية اللي تلموا فيها العباد من التاكسي الجماعي للكار الكبيرة والتران للمترو، وحفلات الأعراس اللي في الصيف يكثروا من غير شك، الناس تتقابل مع بعضها تتعشى وتحكي. دونك لازم نردوا بالنا، هذا الكل مجبورين عليه. كيفاش نعمل؟ كيفاش نردوا بالنا؟ نردوا بالنا بحمل الكمامه، معناش حل اخر، خاصه في الكيران. وبالنسبه لحفلات الاعراس يلزم نحترموا شويه التباعد، كان اللي الحفله تصير في الهواء الطلق نحترموا التباعد، واهون من صاله معناها مسكره، صاله مسكره ربما نقصوا من عدد الحضور باش الأمر ما يزيدش يتفاقم. النقطة الثانية المهمة هي منعان الناس اللي عندهم أمراض مزمنة باش يدخلوا للسبيطارات، وهذا يلزم نعجله
وفي أقرب وقت اللي عنده أبوه ولا أمه ولا عمه ولا خاله ولا اللي هو كبير في السن عندهم أكثر من 65 يمشي يعمل يكمل التلقيح متاعه، إن كان يعمل التلقيح لأنه برشا مش ملقحين مالورزما، وإذا كان ثم تلقيح تم قبل معناها الأولى والثانية تم تلقيح واحد يمشي يعمل التذكير واللي عمل مرتين تلقيح عمل دو دوز اللي عمل مرتين اللي عمل مرتين هذاك يسمى تلقيح يمشي يعمل الرابيل. أوكي. الرابيل هو تروزيام دوز. أوكي. والدوز لو ديكلا ايمونيتير معناها المناعه تفشل وتهبط شويه بعد 6 7 شهور بالنسبه للناس هذوما اللي اخر مره لقح ولا كان مرض بعد ما لقح مرتين يمشي يعمل التذكير نتاعو. وبالنسبه للناس اللي عمرهم اكثر من 2 اكثر من 82 سنه ولا ياخذوا في دواء يطيح المناعه كيما الشيميو مثلا هذوكم يلزمهم ديليم تاع 3 اشهر انا بين الفاكسان والفاكسان 3 اشهر باش يلقح. علاش؟ لانه من خصوصيات الفيروس هذا هي الاري انفيكسيون يعاود ما نعرفوش وقتاش نشوفه حتى حد ما يعرف وقتاش نشوفه ولكن احنا نتعايشوا معاه. كي نتعايشوا معاه مش نخزروا له ولا نشجعوه باش يمرضنا بل بالعكس نحاولوا نقصوا من العدوى ونحاولوا خاصه نقويوا في المناعه نتاعنا. برشا بلدان عاشت هالموجه هذه اولهم البرتغال والافريك دي سود. البرتغال في شهر ماي كان شهر احمر عندها توا في فرنسا وايطاليا والمانيا بلجيكا البلدان اللي دايرين بينا واللي ينشروا الاعداد نتاعهم اعداد كبيره كبيره بنسبه زياده بنسبه 120% و150% شيء اللي ادى الى ازدياد القدوم للسبيطارات وازدياد اعداد الناس اللي ترقد في الانعاش واللي تتوفى. دونك لازم نردوا بالنا ولازم ناخذوا حذرنا خاصه وانه صحيح راهو سي با براتيك دو تو اللي جانا في الصيف ونعرفوا الصيف هو فتره مش تاع طبيعه تاع التقارب الاجتماعي. هي نورمال ما هو فتره تاع تقارب اجتماعي لكن ما فيها باس ردوا بالنا. انا يجيني سؤال دكتور بوجدري لهنا من عند وفاه تقول لك فماش اعراض جديده هذه نتاع ولد الاوميكرون جديد هذا فماش حاجه انزادت على الاعراض اللي نعرفوها؟ الاعراض هما بيدهم سخانه نزله معناها عينين تدمع وخشم يجري وجايع في المفاصل وجايع في الكرش عاد ولات جريان جوف جديده ولكن الاعراض هذوكهم نتاع اللي يذكرونا بالبروده السندروم فيرال هو بيدو هذاك هو بقينا اليوم الابيديمي اللي معناها عاودت رجعت بقوه وبالتالي المسؤول الاول ما نقولوش راهو قعد تحت كليماتيزور ولا كورت وقعد عارق في الكورونديه بل نمشي ونعملوا تيست وخاصه ردوا بالنا تو سامبلومون نردوا بالنا وان شاء الله بلطف عليكم الكل ردوا بالكم. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وعندهم كوفيد وقاعدين في الديار وقاعدين يعملوا في التباعد ولا يبعدوا على العائلات نتاعهم خموا فيكم برشا ونسلموا عليكم برشا ونقول لكم زاده لكلكم ان شاء الله لاباس على خاطر فما برشا ناس عند الكوفيد اليوم وقاعدين بطريقة أوتوماتيكية يعملوا في العزل أنفسهم باش ما يعديوش العائلات متاعهم. دوك نتمنى لكم الكل الشفاء العاجل بلطف عليكم الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا في